السلام عليكم حيثام متابعين إريسات يوم 16 نوفمبر سنة 2023 اليوم دولي للأخبار اللي قرأ لكم ممكن سلف أكبر اتفاقية السلام أتوبيا قل إريتريا حسوب لها النقاط قل توضح التوجب بحلام شعب أصل يبال إريتريا أصل أكسس اتفاقية فرمات بسبب اتفاقية السلام تفنج السياسيين وعسكريين تقرأ إريتريا لها الأخلافات النزيد مثل أهلام نبر سكبر سمتنا حكم تفاصيل التلالي قولكم اتليجي لنبر شعبنا عامة وفنتيت حيث يتعدل لاتهم سياسيين دي باتفاقية السلامة توبيا اقل اريتريا لكاسس تودها اقل تهيبكم هلية تلوم وبلي دي سمقب ودماننا الى اتفاقية شكوات اقل تتقدمكم وجب حبرهم اتفاقية السلامة توبيا اقل شعب توبيا ليتا عند قصت دي بلا حيثة مرحلة تابتكم هلية ولا بشعبية ان تتقصبات دي بح حرب شركة على إريتريا دي بقى اتفاقية السلام إقل شعب إريتريا مكريت لكم اللي تآمرات مهوكمتو شرحهم اللوم اللي دي غرف مغلق قبل على هديك السلامة توبيا لدي بحرب زايدة إدل على تلا إريتريا إيشاركوتا إندي كفين حقول هديك السلام لتبطح اتفاقية إريتريا لقسس واضح نقاط كم إيتذكرم لدبدوب هلا مستير يقول شعب إريتريا الشغلات كاريوكم هلا تعمرام إريتريين حيزة عدل أسك اتحاد أفريقيا دول إيقاد منظمة مجلس قران وديبة هديك سلام ترس زايدة لحالة لا أمريكا شكوى تقل تتقدمكم واجب فنتي تقل لا اتفاقية دمين قابت لليت اند وكلا شروك لعلى فنتو لقوك أمريكا تقر أفريقيا السفير مايك عمر افثبت الا قضيه توجه قل لها برساله قلت لك توتت بحلام ما رحيت حشم شعبيه الشعب اريتريا التايكوس الصحرف فنك معلام اتفاقية السلام نا اتوبيا مساله اريتريا عند تهمشاته يقل اللي فوضت والدلع على حشم مي يقل للجازيته ومن حرب يقل فقر من خطوه قلت ناس توتو توجه قلت هيا باريتريين يقل طالبه بهم كم بوم حبور هلام شعب إريتريا من بحرو عاسا عند جلبا اقري لتنابر حشم شعبية من عدي بنتم لحشم برا من قانون لا تو جلبو تعاسا لكسس اتفاقيات فرمام منظمت نبرا وحرس فاوت لسامن لأفقر التشريح إريتريا اللي تتنسى للدول المغرب نيجيريا وانغولا لب اجريمنت اون بورت ستيت نيجيريس للت امر اتكفلت سنة كل الف وعشر سيس اتفعاليات لو على واحد دولة لفرميات تو اتفاقيات ديبا حبراتكم هلايا افهمتم شعب إريتريا منا من ارزاق ابحورو قليل تنفى منع الهلا شعوب سلف للسميت قبيم حشم شعبية الشعب من أرزاق بحرو قليل درر ما نعدي بنتا مثل علم اتفاقيات فرم هليتم زياد ألف كيلومتر أقدام بحر وأمات جزائر لتملك إريتريا شعبا من أرزاق بحرو قليل نابر اندت منعا سدت منبرت لحالفكم هلام وحشم شعبية كل أرزاق إريتريات ما سلحتوا لو أقولكم هلا كل دولة تهدك تانحتم لقبت دولة تقل مسلحة الشعب ووطن لدي بعلم لقب اتفاقية تقل تفرم من ما وجب لبشعبية تتحكم للي ترتياك إن مسل اتفاقيات دول فرم اقل مسلحة نايلة حشم نايلة حاكم لها حشم ليه تاكمتو آمروت مهمتوم الجنوب أفريقيا مدينة بريتوريا وديب كينيا مدينة نيروبي لتبطحت اتفاقية السلامة توبيا فعاليات بكسس تفنج سياسيين وعسكريين اقليم تقرأي خلاف خلوقكم الله تأمرام لدي فنج اقليمهم وحكومة توبيا قبل على حرب اسك انفصال وتأسيس دولة تقرأي للعباد اهداف لعلى الو اندبيلو للأمن وجهات لبسوح لها الاتفاقيات ابجهة جبهة التحرير تقرأي لتبطحات تيكون اقل شعب وحكومة تقرأي
لو كل بحكومتك اللي متقرأ لا تفرى ما يكون عند بيلو اقل لهم كورو ام بوتام هلوم فنتيت كريا السلاح قوات تقرأي وبدلت حكومتك اللي متقرأي ابناي دولو دارت لخصص اتفاقيات لبانفصال وتأسيس دولة تقرأي فكروا على وجهات لتكبوتك ميلو لتهدقم قوات تقرأي ناي شعب تقرأي تتيكون ناي تنظيم جبهة الشعبية التحرير تقرأي يكون اتفاقية السلام بحكومة تقرأي اللي يتقبل بجبهة الشعبية التحرير تقرأي 3 فرمات ولا اتفاقيات شعب وقوات تقرأي لتحاربوا له لعلو أهداف توقم لآتا يكون اللي بل هقاقيت لسام أحلام رئيس حكومة أقليم تقرأي أسك بريتوريا وفد لإقام هلينا اللي بل اند أعلام لدي بريتوريا ونيروبي بتروح لها الاتفاقيات بقسس لجنة مركزية جبهة الشعبية التحرير تقرأي التأفقر التشرح لمن جهة تقرأي التأتفاقيات لا فرم وفد مسؤوليته الشكل الأول دي بحد لي تحابرة شرح فاقر هلام ورط منا قل اتفاقيات لفرمو قيتا كورا داما قليكم سلاق بلامس اللي بي بي ستة وداما قابلات زياد تحليل لتحزي شرح قدوم هلام بسبت لا بصحات اتفاقيات لسامن بلجنة مركزية جبهة الشعبية التحرير تقرأي لا فقر شرح رات على اندبيلا قيتا كورا دام هتو من اللي يامو لكن حكومات وشعب تقرأي اندي وقلو وقل اتفاقياتكم فرمو حبرام فرموت اتفاقيات ابطروت حرب بهلات حرب بطرة ايكون اندبيلا قيتا كورا دام حقول اتفاقيات مستقبل شعب وقليم تقرأي لكسس نقاش سياسي اقل لقباء حرب ديما الدائم اقل اختمتم ايكون ان لا قرركم تو حبور هلام قيتا كورا دال اتفاقية السلام وفعالية بكسس اتفنج سياسيين واسكرين اقليم تقرأي لتريل هلا خلاف ويما فهمت لسايد قابت التلهليت سلام اتبقوت اقلي لكرايا فارح هلام حسام متابعيني رسات يقول يوم دولي على الأخبار دي بالله.